اكيد. طب كابتن، يعني يمكن كنا ملاحظين الفتره اللي فاتت انه قد ايه كان في هجوم على النادي الاهلي، يمكن من بعض الاعلاميين او غيره، ازاي كنتوا بتتعاملوا مع ده؟ يعني ده كان في نوع من الضغط مأثر عليكم او حاجه، ولا خلاص انتوا قافلين على نفسكم مركزين ان في مباريات دوري وفي بعديها افريقيا؟ ازاي كنتوا بتتعاملوا مع النوع ده من الهجوم، اللي خصوصا ان هو كان زياده شويه الفتره اللي فاتت؟ يمكن النادي الاهلي طول عمره معرض لهجوم، لكن كان زياده شويه الفتره اللي فاتت. بالظبط زي ما انت قلت، يعني ضريبه النادي الاهلي ان هو يعني رقم واحد دايما، فاكيد في اكيد لازم يكون ليه يعني في ناس مش حابه ده، بتلاقي في بعض الناس طبعا بتنتقد اي تصرفات بتحصل، مع ان ممكن التصرفات بتكون طبيعيه جدا وبتحصل في اي مكان في العالم، لكن طبعا مع النادي الاهلي الموضوع بيتضخم. لكن احنا كلعيبه وجهاز فني ومسؤولين بنحاول ان احنا نبعد عن كل الكلام ده، وعندنا هدف وعندنا هو مركزين على حاجه واحده، والحمد لله بنقدر ان احنا نرمي ورا ظهرنا الكلام ده كله وبنركز في شغلنا يعني.